تنشيط السياحه في اطار مبادرات ويعني سعي الدوله قدما في عوده السياحه الى مكانتها مره اخرى، عوده مدينه شرم الشيخ الى خريطه مدن السياحه العالميه بقوتها التي نعتاد عليها، راي حضرتك يا فندم؟ انا لا اتراس الوفد لان القاضي لا يتراسه احد. انا جاي معاهم ضيف عليهم وبس، ارجو ان اكون ضيف خفيف عليهم. زي ما حضرتك تفضلت، السياحه في مصر لا شك، حتى يعني لا نحكم احكام غير منطقيه، انها تؤثر في دخل مصر من العملات الاجنبيه، واحنا بنبني بلدنا بعد ان نجانا الله من مؤامره اشترك فيها عدد من الدول اكثر من شعر الراس، وبفضل الله سبحانه وتعالى وكرمه وفطنه المصريين الشرفاء ربنا نجانا منها، ونحن في مرحلة النقاهة ومرحلة التعافي. المسألة ما كانتش ناقصة انها تتوالى علينا الضربات مرة اخرى، لكن احنا بنقول زي يعني المثل العام اللي بيقول اللي يجي في الريش بقشيش. الفلوس الشعب المصري عنده فلوس، السياحة هنعوض وبأكثر مما كانوا يدفعوا، وستظل السياحة منتعشة، واحنا قدريا نؤمن بأن رزقنا في السماء، وأن مصر عمرها لا جاعت ولا ركعت ولا حد ذلها، رغم المؤامرات اللي تغيرت عليها قرون ثم قرون. وشهدنا مثل هذه الأزمات في السابق وقد استطعنا تخطيها بقوة. نطلع إن شاء الله، احنا بنطلع من كل أزمة أشد قوة وأشد بأس، وفرصة كويسة. أنه أنا للأسف الشديد أول مرة أجي شرم الشيخ، مجرد ما شفت الجزء اللي أنا شفته، أنا أي أجازة إن شاء الله نص يوم هاجي شرم الشيخ إن شاء الله. وإحنا المصريين على فكرة بدعوا بقى اللي بيروحوا يصيفوا في تركيا عيب بلاش، واللي بيروحوا يصيفوا في أوروبا عيب وبلاش. حد يدلني كده على أنه في العالم أجمل من شرم الشيخ وانا اقول له روح. بلادنا اولى بينا، واحنا اولى بما ننفقه في الخارج، وان كان هؤلاء يظنون اننا سنجوع، احنا الاكل اللي بيترمي عندنا ياكل بلد زي بلادهم، وربنا هيعوضنا، لاننا لا نعتدي على احد ولا نبدا بالعدوان. وان شاء الله السياحه العربيه كمان مع ما يكون لها عربيه، المصريين مع السعوديين، مع هنعملوا جامعة عربية جديدة، جامعة عربية تؤمن بالوحدة الحقيقية على أرض شرم الشيخ، وإن شاء الله الخير قادم. واللي احنا حققناه خلال هذه الفترة إن احنا اتجمعنا في التاريخ الماضي القريب على حاجة واحدة. فاكر أصحابك؟ فاكر لما اتجمعنا خدوا في ايدينا غلوه؟ ما خدوش غلوه، وجت 30/6 خلت السماء صافيه. انا بعتقد هم ارادوا انهم يعني يعكروا صفو حياتنا او يكدروا مزاجنا العام. لا، دي هتنقلب الى من نقمه الى نعمه، وهتلاقي المصريين كلهم ايد واحده، والقياده السياسيه والشعب والاعلام و كل الفئات ايد واحدة، وتحيا مصر. شكرا شكرا يا فندم.